بيكم من جديد. في نفس اليوم اللي مصر كلها فرحت بمؤتمر شرم الشيخ، في نفس اليوم اللي اسم شرم الشيخ واسم السياحة المصرية رجع تاني يدوي في العالم كله في انتظار أن يتحول هذا الاسم بعد المؤتمر إلى يعني مزيد من السياح، في نفس اليوم طلع قرار بعدم دخول السائح المنفرد إلى مطار القاهرة أو إلى مصر إلا إذا خد تأشيرة مسبقة من السفارات. كان الأول مجرد أن السائح المستقل أو المنفرد أو اللي جاي لوحده ينزل أي مطار وياخد التأشيرة مقابل مبلغ من الدولارات بيدفعه فورا ويدخل البلاد. القرار ده اتوقف تماما، وبالتالي بالقطع لابد أن يكون بيأثر على السياحة. هل فعلا هيأثر على السياحة؟ الإجابة مع الرجل السياحة المعروف الأستاذ حسام الشاعر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا حضرتك. أهلا سعادة. الكلام اللي أنا قلته مظبوط يا فندم؟ الكلام ده مظبوط جدا يا فندم. يعني القرار ده طلع زي طلقة رصاص تموت السياحة. يعني ده موضوع يعني أثر على السياحة مع اعتقادي يعني أخطر من أيام الثورة وأخطر من الإرهاب. طيب قول لي، يعني عادة نسبة السائح المستقل للجماعات للمجموعات أو للجروبات السياحية بيكون كام لكام تقريبا بحيث أنه يأثر بالحجم اللي حضرتك بتقول عليه؟ أنا أعتقد أنه يأثر مثلا بنسبة حوالي 50%. 50%؟ وبعدين هو القرار طالع كمان ما فيهوش أي توضيحات خالص. يعني إيه سائح منفرد ويعني إيه سائح مش منفرد؟ ولازم يجي في مجموعة سياحية، فمش عارفين يعني ايه مجموعه سياحيه. مره تفسر ان هو مجموعه سياحيه يعني شركه سياحه مصريه تستنى في المطار، ومره تانية تفسر ان هو يجي جوه مجموعه. مفيش حد بيجي مجموعه سياحيه، واحد طالع عايز يروح مصر هو ومراته وهو اسرته وما بيدورش على ناس مثلا. ومش هيدور على ناس تيجي عشان تيجي معاه، هو عايز يحجز هو ويطلع. فطبعا في لخبطه في هذا الموضوع. ثانيا طبعا موضوع خطير جدا اللي هو ياثر على الحجوزات الاونلاين بوكينج، وده المستقبل. يعني هو ده اللي بيزيد، والمستقبل اللي بيتم عبر الانترنت. دلوقتي حاجة سعادة لو عايز تطلع اي بلد تخش كلنا دلوقتي بنسافر عن طريق الانترنت، بنحجز عن طريق الانترنت. الحجز عن طريق الانترنت ده هو الاساس في ان شركات الطيران تقوم طيارات للديستنيشن. يعني احنا عندنا مثلا بريتش ايرويز، بعد حضرتك المقدمه قلتها على شرم الشيخ دي، بريتش ايرويز اعلنت انها تنزل 5 طيارات من الشتاء الجاي على شرم الشيخ دايركت. غير عندنا تركيش ايرلاين بتنزل دايركت. كل الريجولار فلايت ده بيعتمد اساسا على السائح الفردي. فممكن تعيد حساباتها بريتش ايرويز وتلغي. وده الريجولار فلايت ده اللي بيجيب السائح الغالي اللي بيجي على ريجولار فلايت، بيجيب السائح اللي هو عنده بيدفع فلوس اكتر شويه، او السائح اللي فوق المتوسط يعني. بالظبط، بيجي على الطيران المنتظم. فده هيقتل الطيران المنتظم خالص للديستنيشنز اللي بره القاهره. يعني طب هل ايه مبرراته؟ هل ممكن تكون هناك مبررات للامن مثلا، خايفين على ان حد يتسلل؟ والله مش انا عايز اقول يا استاذ عادل، يعني اذا كان المشكله دي او اي مشكله تانية، الاهم شيء ليه ما نقعدش مع بعض؟ يعني ليه حضرتك يطلع قرار مع ناس قعدت هم مع بعضيهم من غير ما يسالوا اهل الصناعه اللي هتتاثر؟ وحتى لو سالوا بيجيبوا مندوب من وزاره السياحه. طب القطاع الخاص ليه؟ يعني اقعد معاه لو انت في رؤيه معينه في الامن انت عايز تعملها، نشوف مدى ضررها وشوف حلولها. فاحنا لم نستدعى خالص من القطاع الخاص لمناقشه من هذا الموضوع. وانا بقول على ده وعلى كله يا استاذ عادل، يعني في كل المجالات ليه الغرف والاتحادات موجوده؟ ليه ما تستدعاش ونقول يا جماعه احنا عندنا المشكله دي وبنفكر في الحل ده؟ وبالقطع ممكن يكون عندكم حلول، ممكن يكون عندنا حلول. انا ما اعرفش ايه المشكله. اصل انت النهارده حاجه سعادة، الكلام اللي بيوصلنا احنا كلام هو القرار طلع من وزير السياحه كده ولا طلع من مين؟ لا مش وزير السياحة، ده وزير السياحة ضحية معانا. امال طلع من مين؟ مش عارف، الخارجية. والخارجية قالت ده مش قرارنا. احنا منفذين بس. ده قرار أمن. طيب قرار أمن، احنا بقى عاملين نجتهد. طب ايه مشكلة الأمن؟ يعني دلوقتي لو مشكلتك في ناس معينة ما تدخلهاش، ما تحجز عن طريق شركة السياحة وتيجي مثلا. يعني انت هو مش لازم يجي فرداني، ما لو واحد عايز يجي كده هيستناه مندوب لشركة السياحة في المطار ويجي. طب هو ممكن يروح يجيبها من السفارة برضه. وبعدين طيب احنا النهارده حتى لو مشكله امن، طب بص للدول اللي حوالينا. طيب تركيا بتدخل الناس كلها. طب بالعكس الاوروبيين كلهم بيخشوا بدون تاشيره اساسا.
لتركيا مفيش تأشيرة أصلا، والمغرب مفيش تأشيرة أصلا، ودبي مفيش تأشيرة أصلا. طب هل الناس دي ما عندهاش أمن؟ ولا عندهم منظومة معلوماتية بيشوف الباسبور بتاعك وحياتك داخل وبيعرف عنك كل حاجة وانت داخل؟ صحيح. يعني الموضوع موضوع داتا وموضوع معلومات، ماهوش موضوع ان تاخد التأشيرة مسبقة او لا. ده كل دول العالم يا سعادة، احنا هنشز عن كل دول العالم اللي في السياحة. يعني النهاردة برضو في ناس تقول لك ايه، مش معنى امريكا، احنا مش امريكا ولا اوروبا. احنا بنتكلم ان احنا بنتكلم على السائح اللي بينافسني تركيا، المغرب، دبي، تونس، دول الدومينيكان ريبابليك بتدخل الناس كلها بما فيها المصريين بتأشيرة في المطار. دبي بتدخل الناس كلها بما فيها المغاربة، وكان المصريين مجرد ما تحجز اوتيل وطيران بيدي لك الإقامة والتأشيرة. فالنهارده حك ليه نعقد الأمور للناس اللي جاية؟ زائد في شريحة كبيرة جدا طبعا اسمها يعني على الأقل، يعني على الأقل يجب أن يكون هناك اجتماع عاجل مع كل الأطراف المؤثرة والمضارة في نفس الوقت. التباحث في الموضوع، نعرف ايه التخوف من الموضوع وايه ممكن نحط حلول جديده ما تاذيش البلد. انا في رايي ان القرار ده، وحضرتك بعد ما قلت المؤتمر الاقتصادي وفرحنا بيه وشفنا شرم الشيخ راجع ان شاء الله على الخريطه وهترجع ان شاء الله، انه على القرار ده ثمنه لا يقل عن 5 مليار دولار لمصر. لو ال 5 مليار دول مش عاوزينهم ومفيش حلول، يعني احنا بندعو ونطالب بان يكون هناك اجتماع عاجل، يمكن بكره بعده، يمكن يديروا رئيس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، يكون في وزير السياحة، يكون في غرف السياحة، يكون في الأمن موجود ممثل فيها، يكون الخارجية موجودة، ويطرح الأمر على ترابيزة يعني مجتمع من كل الأطراف، لأنه في الحقيقة السياحة دخل مهم جدا من دخلنا القومي، ويمكن احنا ما صدقنا أن الأمور اتحركت شوية. يعني حقيقة مش كفاية اللي بيعملوه الجماعات الإرهابية، ما فيش داعي كمان للضغوط البيروقراطية. أستاذ حسام الشاعر بشكرك شكرا جزيلا.